المكتب البلدي. احنا وين رانا دروك؟ رانا في بلدي تولد فضل. وفي واش من مكان؟ رانا في القرين. وين والبيت هذا وشني؟ هذه دار بن مسعود التاريخيه اللي هي كتب فيها بيان فضل. ايوا والان المداومه راكم فاتحينها. فاتحين في بلدي تولد فضل. لمن؟ للمرشح الحر عبد المجيد تبو منظمه ابناء الشهداء وراهم مجندين اهل القريه كل ديما اهل ولاد مع الدوله نتاعهم مع الدوله واقفين مع الدوله ومع جيشهم خلاص وامنهم وهذه امان والان في الانتخابات ماشيين مع عبد المجيد الشهداء الله يكرمك بقاو ديما في الامانه تاع الشهداء الله يحفظكم شكرا بارك الله فيك الرئيس الشهداء الله يحسنكم الله يحفظكم ربي يحسن لك زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.